조나사요. 맞지 마요. 맞지 마요. 엘대표를 احنا ما لنا داكشي وعيق ويجمع راسه. لا المهم هاد القضية خصها تعالج كيف ما قال الأخ، بأن المسألة خصها تكون متجاوزة. دارو داكشي كتسد وكتمشي كتبع الروم ديالك وكتنسى كاع ديك التفاهات تنسى، ولكن يو هاف فيو راه خصك بحال فاش كي فاش كتوقع شي فجعة يو هاف تو هير ان باري. نعم اخويا، فاش كتوقع شي فاجعه هيلين تايم، مايمكنش غادي تسويتشي الدماغ ديالك بحال شي حاجه ما وقعاتش. وهادشي اللي درنا هاد الايامات هادي، شويه زدنا فيه زدنا فيه، ولكن زياده اللي زدنا كتعبر على المستوى ديال الخيانه اللي وصلوا ليها هاد الناس. يعني انعدام الضمير، انعدام الضمير بواحد الطريقة خيالية. يعني كتقول ما يمكنش، داكشي علاش ديما تصيد حيت تيقول لا. فاش كيجي شي واحد كيبغي يشرم عليك ولا شي حاجة كتقول لا ما يمكنش شي واحد يدير ليا بحال هكا حيت انا ما نقدرش نديرها لشي واحد. وهنا فين كيكون الانسان ضحية ديال بزاف ياكل لا الاخوان. هاد المسألة كانت عليها تكون تحلات شحال هادي كون كنا ناس ديمقراطيين وكنفهموا اشنا هي. مثلا فاش فولتير انا كنت كنتعجب وكنت كنتسنى امتى غادي انفيلتري هاد فولتير، غادي انفيلتري لورغانيزاسيون بواحد الطريقه نيجاتيف وعاد يرجع المجد الوهمي اللي كان كيعيش فيه. اوكي، حيت فولتير فاش ناض وخدا داك التصويره ديالي انا وكيقلب على هند وسيزار وكان كيقلب علينا وداكشي ودار تحيات العالم ديال المغرب في اليوتيوب وداز شهرين وتفرجوا فيه 61 واحد. اوكي، من هنا قلت اوكي اشنا هو الواقع وداكشي اش غادي نديرو. قال لك راه درياف وبزاف ديال العطاء وهو مكسب للغرفه وداكشي. قلت له مراته اي حاجه خايبه راه كتكون مكسب الا حطيتيها في واحد النسق معين وعطيتيها واحد المفهوم معين وواحد الغايه معينه، راه هي كتكون مكسب. بحال عندك شي جنويه ولا عندك شي. اوكي، وكان علينا ديك الساعه نتصرفوا تصرف صارم. اوكي، انت جيتي تعاملنا معك زوين، ولينا حنا دابا الحياه ديالنا غادي تكون في الحياة ديالنا في خطر. إذا انت we don't give a fuck اش غادي تعطينا، حيت الضرر ديالك اكثر من النفع ديالك. وفعلا ما درنا والو، خلينا لا دخينا. وليت انا خايف لي ولي ادمين، حيت الا وليت ادمين كيكون عندك اكسس بزاف ديال الادمينيه وبزاف ديال عندك ديزوتي. كاين صوت خوكم راه فقير. داكشي عندي واحد سامسونج ولا ما عرف واحد التليفون، ولا عيط عليا شي واحد خص يطير من الروم. شيتو $70 $79 فيه كل شيء، بدلو لك داك كاع الانفورماسيون اللي عندك كل شيء. وهاد الشيء وقع وكنا كنقولو اوكي وراه هاد الشيء. قالك لا راه ما فيها باس. اشنو هو اللي ما فيها باس؟ ما فيها باس الا شي واحد غير ما ساعدوش الحظ باش يخلي دار امك مزيان، يشوهك مزيان، وربما تمشي للحبس، ربما فانتا ولا كوكا ولا كاع داكشي. ياك شويه د السيامات شويه كينوض لو ساج كيدير لا ميم شوز. دير تقرير وكاتب تقرير وهذه خيانه ويمس بالكرامه. كاين صوت الاخوان. درنا ديك المصيبه، قلنا لهم اوكي شنو هو الحل؟ قال لك الحل هو غادي هذا بغى يخلي دار بناته هو، اش غادي نديرو؟ غادي نخليوه فراحته، ما خصهاش نقلقوه، ما خصهاش يغضب. هو مشكل كبير الا غضب لينا لو سانج. خصنا نحلو ليه الغرفه ديالو، وغادي نديرو جوج ديال الغرف باش دوك الخوانه يبقاو على خواطرهم. هادشي كيعبر علينا حنا ان ربما ما كنستافدوش
وربما ما كنفهموش المغاربة مزيان، ما كنفهموش الطبيعة ديالنا حنا كمغاربة، داكشي علاش كنديرو التصرفات وأخطاء، كنخطئو بزاف. مثلا إلا مشيتي للبار كتلقى فيه شي واحد طلق لينا شي أغنية ديال الراب وحطيناها في البار، ولكن شي واحد اللي بغى يشوه السمعة ديالك وبغى ربما يدخلك الحبس ربما تقتل كاع وداكشي، تيقول لك لا هذا خصنا نحلو ليه روم ديالو خاص به باش ما يبقاش مقلق وداكشي. وداك يعبر لينا حنا أن الناس ما كانوا عاوش أولا مسألة ديال الخطورة ديال على أي وزر هنايا كيكون شي حاجة مهمة في الروم، حيت حنا كندخلو هنا بلا كونديسيون أنني غادي نبقى سيف، وكنستعملو جميع الوسائل، كنحطوش وجهنا، ما كنعطيوش سميتنا، ما كنعطيوش الدروبة فين ساكنين، بزاف ديال الحوايج كنديروهم باش إذا شي واحد إلا اخترق هاد المسألة هادي وشكل لنا واحد تهديد أو خطر، أنا يخص يكون ما عندنا ما نديرو بك. وهادشي كنديرو في جميع المجالات، كيكون شي واحد واعر في شي شركة كيحصلو عليه شي إمبازلين ولا شي حاجة، تيقول لي أنت غادي تمشي تقود، اسمح لي أنا راه واعر وداكشي، كتقول لي ديك العورية غادي تزيد في زكوك، غادي تمشي تقود، حيت السلامة ديالنا كتبقى فوق كل شيء. أوكي، هضرنا في هذا الموضوع كفاية. شتينا دي مقلبناه من هنا وقلبناه من هنا ونادوا انتقامات ومهمنا تروينا والروم الاخر خدامين كيضربوا تمانا باش يكونوا عار منا وحنا تحنا خدامين هنايا باش نطيحوهم وداكشي. هذا سي لو كورس لا كورس دو نورمو كورس اوف ايفنتس، وخاصه يمشي القضيه. ودابا كنظن وصلت لواحد المستوى اننا صافي خصنا نساو هذا الماضي هذا وغادي نكملوا في هذا النضال غادي نكملوا في النضال ديالنا وداكشي. المهم بصح اللي عنده شي كريتيك يمشي يديرها في شي قلت اخرى الاخوان، اللي عنده شي حاجه غادي يقول لها هاد الغرفه ما يجيش يقول لينا اش غادي اشنو اللي ما عاجبوش، يريح بعقله وياخذ الحوايج اللي زوينين بحال مشيتي شي شجرة ديال التفاح كتاخذ منها التفاح اللي زوين والتفاح اللي ما زوينش كتلوحو في الزبل. نفس الشيء كتدخل لهاد الغرفة كتريح كتاخذ داكشي اللي زوين، اللي ما عجبكش ما كتاخذوش ما كتصنتش ليه، سي تري تري سامبل، كتورك على اليوتيوب عندك 10 سكوند كتصدق داخل شي بلاصة أخرى وعالم آخر، وبعد اختار كتدخل اليوتيوب كتعيش فيه كاع كتنسى كاع البلاط. إذا هنا ما كنهضروش على شي ناس دايرين لهم هنايا دين عليهم الحجر خصو يدخل هنايا ولا نو، انسان عنده الحريه يبغي في باب شي الروم هكا والروم غاديه زوينه وما خصها حتى شي حاجه، والناس اللي كيجيو ليها زوينين والمواضيع اللي كتطرح فيها زوينه، كل شيء فيها زوين. هذا الروم كلها زوينه حيت كاع الحوايج زوينين، شتي سراق الزيت والحناش والضباع وداكشي خص غير تشوفهم بعينين ديال الحب وغادي يعجبوك. والله تشوف البيربس اشنو هو الاختلاف، شي حاجه زوينه الاختلاف، وهذا الاختلاف هذا هو اللي خالق لنا مشكل، حيت حنا ناس ما متعودينش على الاختلاف، حنا ناس متعودين على التقرضيف يس سير شو سير، فهمتي حنا ناس كابين بالسلطه، فهنايا اي واحد اللي ما بغاش يكبر السلطه وداكشي كاين شوفو فيه تيقول لي لا علاش انت ماشي بحالنا خصك تدخل مع القطيع، بحال داك السلوكي اللي كيتباع الرعية، تيشوف شي حاول يخرج تيعاود يدخلو كيتبعو السلوكي كيدخلو البلاصه. وهذا هو المشكل اللي عندنا حنا، ما كنتقبلوش، خصنا كنا نكونو بحال بحال، ولا ماشي بحالنا اذا راه هو اللي خاطئ ماشي احنا اللي خاطئين، هو اللي خاطئ وما كنتهناو حتى يكون بحالنا. وهادشي خصنا نتفاداو وكنتعلمو هادشي يوميا والله، كل يوم كتجي كتعلم كيفاش تقدر تسمع شي حاجه ما كتعجبكش كاع تسمع ليها وتبقى تريح كتصنت ليها، واخا ما كيعجبكش كيقول هاد الخينه خصك تبقى مريح، واخا كتعرفو داخل كيضحك على 150 واحد وكتعرفو انسان كيستعبط في النقاش ديالو غير كيتفلا وما واخدش الموضوع
بواحد الجديه اللي بغينا احنا، ومع ذلك كتاقلم مع البيئه وكتعلم كيفاش تعيش. هذا من الحوايج اللي تعلمنا من هذا الروب كامبر، هو انك تبقى تصنات وخا ما يعجبك داكشي اللي كيقول هذا خينا، وخا ما كتفهم والو عنده الحق انه يهضر، حيت ماشي حتى واحد فينا ما بارفي الاخوان، حتى واحد فينا من علم شيئا غابت عنه اشياء، حتى واحد فينا ما بارفي. وسوتو حنا الشعب المغربي، حنا الشعب المغربي شعب ديال الممرض. دابا شحال من واحد فيكم ودني مقلل شينيا كان اخوان؟ الاغلبيه فينا عندنا ودنينا مقلشين، حيت كانوا كيهزونا من ودنينا وداكشي. اذا الشعب راه كيكون مريض حتى كتهز بنادم من ودنو، وخطاس كيبقى يتصنت كيجبد الودن وكيتصنت كيفاش امتى الودن غتقول طق، ما كيطلقك حتى كيسمع ديك، فهمتي؟ حيت الودن فاش كتجبدها مزيان راه كطرطق الاخوان، كدير ديك الطق. والله علاش الدراري صغار كيهزوا من ودنا، من ودنو هازو، هو الدري في 20 كيلو كيهزوا من ودنو كيعود ابور، فهمتي؟ لو بوا ديالو البوا ديالو كيعود معروف حيت مهزوز سوا. اوكي، الشعب كبرنا بالسلطه، كبرنا بالتصرفيق، كبرنا كنشوفوا القسوه بارتو، كنشوفوا لا فيولونس نحو الانسان ونحو الحيوان ونحو الاشجار ونحو الطبيعه ونحو، شفنا كاع داك الشيء، شفنا السبان وشفنا المعيور. حنا ناس ما كابرينش نورمال، حيت هادشي اللي كيوقع في الروم ميمكنش غادي يوقع عند شي ناس اللي كابرين نورمال. واش الا مشيتي عند شي روم فيها الالمان غادي تلقاهم نوضي القيامه؟ ما غاديش تلقاهم، ربما غتلقاهم ولكن ماشي بهذه الطريقه البشعه، ربما غتلقى الانتقام ولكن ماشي بهذه الطريقه هذيك ديال، فهمتيني؟ وسيتو داك النفاق ماشي شي واحد، الا كان شي واحد ديما ما عاجبوش الحال، مثلا LDPE إلا نادو دار هاد القضية غادي تجيني نورمال، حيت هو ديما عنده مشكل مع الروم، ما عندوش كيجي لواحد الروم هو أصلا اللي ما كيحمل فيه حتى شي قواد، وكنا ولاد القحاب وداكشي اللي كنهضرو فيه ما خصناش نهضرو فيه وما كندخلوش، حنا خوزيين ما كنفهموش. مازال إلا دار هادي كتقولو كيوا جات معاه إنسان أتليست كيعبر على راسو، وداكشي اللي دار ما غاديش نكونو سيغبغي أنه دارو، سمعتي؟ ولكن ملي كتجي مثلا من شي واحد بحال عدو الله انا كتقول اوكي وات ذا فاك از جوين اون، واش حنا هما حنا يا قلبي ولا محال؟ واش الدنيا هكذا يا قلبي ولا محال؟ اوكي، المساله فيها واحد الشمته، هاد الشمته اللي حس بها الرئيسي هي الشمته اللي حست بها الاختين، وانا كنشارك حيت انا تشمت، غير انا كنت رافض الطريقه باش هاد الروم مسيره من الاول. البان خص يكون في عباد الله، فاش كيكون البان خاوي راه ما كتعنيش انت واعر، كتعني بان لي زوتي دو ديسيبلين ما كتستعملهمش، اذا الا ما استعملتيهمش راه البان والبونس هادو دي زوتي باش كتغير البيهافير ديال واحد الانسان، يا اما كتغير البيهافير ديالو يا اما كتحبسو ما يدخلش المجتمع باش ما ياديش. الاخت لالا ساره اس ار، مرحبا بك في الروم، ما كاينش معنا كاين اسمعنا الاخوات. اوكي، اذا هادشي نورمال كيوقع ديما كيوقع في شي روم وديما متجاوز، ديما كدوز لشي حاجه اخرى وكتكمل الحياه كتزيد. حنا عزيز علينا هاد الروم، ياكل ولا كنقتصدوا فيه على الاقل 3 القهوات في النهار، هذيك راه واحد 30 درهم صحيحه الاخوان، ياكل ولا على الاقل كتستافد واحد 30 درهم كنت غتريح في القهوه وداك الشيء، شي شي كلينكس حتى وليتي كتريح في ذا كومفورت اوف يور هوم، مريح في الدار عندك والقشاب احسن من داك الشيء ديال ياكل كنقتصدوا بها شويه، وفعلا كنستافدوا من الاخوان، كنسمعوا افكار جديده، كان المجتمع كنقلبوا عليه ما كنلقاوش في البلدان اللي كنعيشوا فيهم. 3 ديال الكيسان ديال الويسكي، انا ما كنشربش، انا حشيشي
والله العادي عنديش مع الشرب كاع مش دين. حتى انا كنت كنشرب كنت كنفيق الدرب كامل والله العادي من اخواني لا بصح لفش الا سكت كنخس الدرب كله دين مخصي فيق. ومن تما عقت فهمتي كتنوض الصباح كنطرق بالحيط وداك الشيء كتحشم كاع تقول لك راه ولد فلانه تاني سكره ولا الشراب زوين الى الناس كيفهم وكيفاش يشرب. اولا كتشرب الى غادي تجي للروم كتعامل مزيان الى عرفتي راسك وليتي حيت حنايا كتجينا في شكل شي واحد يجي يبدا يسكر علينا فهمتي شي واحد كيجي كيفرض عليك الواقع ديال انت سكران وانت ما سكران ما والو هو كيجي يفرض عليك هذاك الواقع كتجينا انا في شكل كتجينا الانسان ما مقدمش او الله الا بالصاحبي الله سكران كتقود تمني غير تدخل البالتو كلاس سكران وبقى بلا شراب كي معنا شي جوان نعرفو كاش كتقول وبنادم تا كيقرب يطيح عاد كيبان ليه هو البال تا ما بقى ليه والو ويطيح عاد كيبان ليه هو البال يجي يريح بحال هاد الناس كتلقى سكران كتقول لي صافي غادي تنزل من المايك ما غاديش ندير مداخلات حيت انت سكران كيزيد معاك الهضره كدير ليه البونس تال شوية كتحس بيه صحة 6 سوايع ولا 8 سوايع وكتحلي الباب كتقول لي مرحبا بك وهادو هما الرومات حيت بزاف ديال الناس كيموتوا على المهم فينا ديك اللعبة ديال التنافس في الخاوي فهمتي خصنا نتنافسوا علاش خص الروم ديالي تكون حسن من الروم ديالك وخص الناس يبغيوني كتر من اللي كيبغيوك ونكون انا سمارت عليك وخص نبان لهم بانني انا انتليجون باش الله نقول لهم الراي ديالي كمغربي وعشت في المغرب وعشت في ليكسبيريونس ديال المغرب وخص تكون عندي خصني نكون بلوس انتليجون ماشي غير انا مغربي عندي الحق نعبر لكم على البيئه اللي ترقدت فيها نو خصني نكون انتيليجون خصني نكون قاري خصني يكون عندي دبلومات خصني تشوفوني تشوفوا الطوموبيل ديالي وتشوفوا فين ساكن انا وتشوفوا الجودة اللي كنعيش فيها تشوفوا فين كندوز لي باكونس ديالي وهادشي ما كنجيوش على قبل هادشي هذا كنجي وكنتفكروا وكنهضروا مع المخ ديال الانسان كنعرفوا الاكسبيريونس التاثيرات اللي كانت عنده في الحياه النيجاتيف البوزيتيف ماشي على وتشوفوا الترم اش عارف دير المومريت وحق الرب حيت عادية الا كان الرسول ديالك كان يطوف على نسائه 9 في ساعات وكانت له قوة 100 حمار فطبيعة الحال انت الا وريتي ناس كوكرا ما درتي والو كومبيرتو داكشي اللي قال لنا الرسول وفعلا بزاف ها الاخ فري تينك فكر ملي ماشي فري تينك كنضرب مكتوبه بالكابيتال فري شكون هو اللي طلع قبيله قال لك هذاك الشيء ديال 1400 سنه راه هو اللي رولنا الثقافه ديالنا وفعلا بزاف الناس ما غاديش يتفقوا مع الاخ راه هو انا اخويا بيا اللي دخلت ادمين حيت بان لي الناس كاين عندي هذاك لا سمعتك لا الفكرة اللي قلتي هو أننا بقينا لاصقين في 1400 سنة ولا عندنا أغلى الأماني هو أننا نكون بحال محمد وهادشي كيخلق الكيزيد كيكبر الفجوة بيننا وبين الجاب بيننا وبين الثقافات المعاصرة اللي كنعيشوا معها كيزيد فهمتي حيت سرعة المشي في طريق الضلال لا تزيدك إلا بعدا عن الحقيقة سمعتيني فاش كتكون غادي في شي طريق غلطة فاش كتجري في هذيك غير كتزيد تبعد راه ماشي كتواتشي اللي كنديرو حنا فاهمين القلاوي كله مقود وكنديروه أفهم كنبداو نصليو وكنبغيو نكونو حنا هما محمد خصنا نكونوا بحالو ناكلوا بحالو نحسوا بحالو نتزوجوا بحالو نفكروا بحالو خص الايمان ديالنا يوصل للايمان ديالو وفعلا فاش كنديروا هادشي كنلقاو اخر المطاف كنلقاو راسنا تابعين واحد السراب كاين جامي اكزيست هاد محمد نيفر هاد محمد هاز اكزيست
بهذا الماغنيتود وبهذا الكونتوني اللي عنده في الشخصية دياله. نعم ممكنش كيفاش تجي دير امك 10 سنين؟ انا 10 سنين عملي دخلت البال دابا 15 عام، وتكت فيها 50,000,000,000 حديث، وكان فيها التفسير، وكان فيها الظاهر والباطن، وكان فيها الناسخ والمنسوخ وجبريل والغزو وقاعد كروينة، وترى فيك وقيل شي 80 واحد، 80 ديال المحمدات سمعتيني. داكشي علاش واخا تبقى تابع مع مدين مخ، اولا ما يمكنش تكون عندك واحد الشخصيه قويه، حيت الشخصيه ديما كتكون متناسقه، ما كيكونش فيها بزاف ديال لي كونتراديكسيون، كتكون واحد الشخصيه متناسقه، كيكون الافكار ديالك متناسقه بجاده مصوبه باش كتكون عندك واحد الشخصيه زوينه. فاش كتبغي تكون الشخصيه ديالك على نهج شخصيه محمد، شخصيه محمد راه غير القران، القران ستيل ديال القران فيه 19 ستيل كاينين في القران، فهمتي؟ دوك الناس اللي كيديروا داكشي ديال اللسانيات وداكشي، شدوا القران وفكروا، حيت الا شديتي مثلا الاسلوب ديال 19 واحد ديال الناس وكتبتيهم في كتاب واحد، تقدر تشوف تجمع ستيلات ديال كل واحد فيهم وتحطو على حده وتفرقهم ما بين ستيلات. كاين الناس اللي عندهم واحد تفكير معقد، كاين اللي عندهم واحد لا سامبل، بحال مثلا طه حسين، واحد سامبليسيتي لا متناهيه، ما يمكنش تكتب كيف ما كيكتب هو، الطريقه ديال السلسه السهوله باش كيكتب هو ها. الا جبتي حدا العقاد ولا جبتي حدا شي واحد خو غادي يبان لك بان ستيل. فاش داروا نفس تحليل القران لقاو بان ميمكنش هذا يكون، حيت هذه كتكون لا سينياتور ديالك. فاش كدير داكشي ديال لي زانفيستيغاسيون داكشي كيشوفوا لا سينياتور ديالك، لا سينياتور ديالك هي البصمات، يعني اشنا هي الطريقه اللي كتكتب بها نتايا. فالطريقه اللي كتكتب بها نتايا كتختلف على جميع الناس كلهم بدون استثناء. نفس الان دابا الا مشيتي لايروبور يقدروا يسمعوا لك غير الصوت ديالك، كضاو شي تليفون الشركه كيقول لك حنا غادي نعرفوك غير بالصوت ديالك واش انت هو هذاك الانسان، حيت عندهم ديك الدبدبات الصوتيه كيعرفوا كل واحد كيفاش الدبدبات الرنه اللي عنده ولي كورد اللي عنده في الحلقه ديالو كتخرج من اللغه. نفس الشيء حتى مع المشيه، غير من المشيه ديالك كيعرفوك واش انت هو بياليغ ولا ماشي هو بياليغ، حيت بياليغ هكا كيمشي وما يمكن حتى شي واحد في العالم غادي يمشي بحالو اكزاكتومون بحالو. اوكي، اذا فاش قلبوهم القران قال لك بان بزاف ديال الناس كتبوا هذا القران. اذا الا كانوا بزاف ديال الناس كتبوا هذا القران، اذا انت الا حاولتي تكون انت نسخه طبق الاصل اللي هو القران، اذا انت راه غادي تخرج واحد الانسان مريض، حيت هاد الناس غادي تلقى واحد فيهم في غادي يكون واحد انتحاري، غادي يكون واحد ديكتاتور، غادي يكون واحد بيدوفيل، غادي يكون واحد جاي، غادي يكون واحد فهمتيني، وانت جامع داكشي كله بغيتي تطبقو. هما الناس اللي كيطبقوا القران والاسلام، يعني كتجمع بزاف ديال الشخصيات، وهذا هو المشكل اللي طحنا فيه. بنينا الثقافه ديالنا على شي حاجه اللي على واحد الكياس. اشنو هو الكياس؟ هو الراندومنس، ما كاينش واحد النظام، لوكاو. وانت بغيتي تبني به شخصيه ديالك، بغيتي تبني به واحد العائله سليمه، واحد المجتمع سليم، وبغيتي تبني به دوله سليمه. واشنا هو الاصل الفلسفه ديال بناء الدوله والشخصيه والعائله؟ منين جبناهم؟ جبناهم من واحد روينه. اذا هنا بطبيعه الحال حنا غادي يكون عندنا مشكل، عندنا ازمه ثقافيه. هذا الشيء اللي كنديروا علاش؟ حيت الثقافه ديالنا ما رباتناش. مثلا فاش كيبان لك الجابوني كيبان لك ظريف ياك الاخوان، فاش كتوقف مع شي جابوني كتقول هاد خينا ظريف ومسكين خبز الله في طبقو ونيه وظريف وحلوه وداكشي. واش عرفتي شكون هما الجابون؟ الجابون راه شعب خطير دين امو، راه من اخطر الشعوب اللي كتعرفهم الكره الارضيه، غير من البيئه ديالهم كتعرف بانهم قاسيين، الناس عايشه وسط
الفولك الارض عندهم فولكانيك وعايش دي موغي مع البحر ومع العواصف ومع هذا كتخلق لك واحد الانسان. شو دابا كيولاو تغيروا تاقلموا تبدلوا، حنا ديالنا ما كيتبدلوش حيت عندنا واحد الانساركل فيرمي ديما كنرجعوا لبحذافيره، فهمتي؟ واخا تغير ديما كترجع خصك ترجع الاصل ديالك. لا حنا شعب مريض، حنا شعب هادشي اللي وقع اللي كيوقع في الرومات هنايا وداكشي شعب مريض. الا مشيتي شي روم في المانيا ما غاديش شي واحد يتجامب عليك ويدي غوت ويمشي، ولا يجي شي واحد يدير لك الموسيقى ويمشي وانتم مريحين 150 واحد غادي حتى واحد ما غادي يقدر، ربما واحد في المليون ولا شي حاجه. حنا عندنا عاديه، مسألة عادية مجاري بها العمل عادية. علاش؟ حيت ما كيعرفوني شكون أنا ونقدر نقدر نتعدى عليهم وندخل لهم للروم حيت عندي الحرية. الناس ما كيفكروش بحال ما تقدرش ديرها. مثلا كاين شي ناس كيلوح الزبل كياكل وكيلوح الزبل من الشاجم ديال الطوموبيل. إلا مشيتي المغرب غتلقى كلشي كيديرها، ماشي كلشي ولكن بزاف ديال الناس. تمشي شي مجتمعات خصو يبقى هو هاز الزبل ويدور به وما يلوحوش حتى يلقى البلاصه المناسبه فين يلوحوا لها. علاش؟ حيت المستوى ديال الوعي، حنا المستوى ديال الوعي ما باقي ما عمرنا بدينا. الوعي ديالنا ديما كيبقى لاصق عند قريش ديما، حيت با وجدي وجد جد جدي وجده وجدات جدات 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 وغادي بحال هكا كلهم باغين يكونوا بحال محمد. اذا بقينا واقفين بحال محمد. ياس كاين تغير، وليتي كتكتب وليتي انت كتهز المحفظه فاش كتوصل عندك 6 سنين ولا 7 سنين كتمشي للمدرسه، but it doesn't change anything. المهم هو ما كاينش واحد لاميليوراسيون، ما كاينش واحد ان بروسيسوس دو ديال انهانسمنت، واحد البروسيسوس ديال ديال الصقل، ان واحد لا جينيراسيون كتعلم واحد هذا كتعيش، جينيراسيون اخرى كانوا كيعيشوا بالتليفونات ديال السلك. جات لا جينيراسيون قلت لهم لا حنا غادي نعيشوا بالايفون، حنا ما خصنا لا دار، ما خصناش نديروا تكون لاصق في الدار باش تهضر في التليفون، حنا غادي نعودوا غادي في الزنقه وكنهضروا في التليفون. كون كانوا مسلمين غيكونوا باقي لاصقين في السلك. كون راك دابا ما عندكش الحق في، يقول لك لا راه السلك هو اللي مزيان. وهذا الشيء اللي درنا لحقاش لو ديفلوبمون ديال واحد لا ناسيون راه عنده دي جينيراسيون. بحال الا بغيتي تصنع الطوموبيلات، الا بغيتي شركه ديال الطوموبيلات تنجح خصك لها 15 حتى 20 حتى 25 عام باش الله تبدا تشوف لي بينيفيس، باش الله كتخرج لي لو كو دو ديماراج وداكشي وكتبدا تخدم. نفس الشيء مع القيم الاخلاقيه، كتجي واحد لا جينيراسيون كتجي لا جينيراسيون، كاين الحوايج اللي كياخذوا دو جينيراسيون، كاين اللي كياخذوا ثلاثه ديال الجينيراسيون. غير مع التليفون دابا شحال خدا التليفون؟ تقريبا شي 6 ديال لا جينيراسيون اللي خدا التليفون باش يوصل، ولا 7 ديال لا جينيراسيون ياك باش وصل التليفون لهذا المستوى اللي فيه. نفس الشيء مع القيم الاخلاقيه، والتليفون ما غاديش يوقف هنايا، حتى شي حاجه ما غادي توقف هنا، حيت حنا عندنا ديك الفكره ديال حنايا اذا هنا كل شيء غادي يوقف، راه حتى شي حاجه ما كتوقف، راه انت غير كتجي تزور هنا وكتمشي تقول، والعجله خصها تبقى غاديه. عندي شويه الفكره ديالي شويه ما كنعرفش كيفاش نفكر. anyway واش اللي كنطلبوا من الناس؟ هادشي اللي داز علينا وهادشي ديال الثقافة ديال زبي خصنا نتهناو منها، خصنا نوقفو ليها رجال، خصنا نقولو فاك يو. ربما ضحكتو على والدينا، ضحكتو على جدودنا، ولكن كما يو كان فول سام بيبل سام تايم بات يو كان فول اول ذا بيبل اول ذا تايم. تقدر تضحك على بعض الناس سبوراديكلي سام تايمز، ولكن ما تقدرش تضحك على كاع الناس كل الوقت ياك بوب مارلي. وهذا هو المبدا اللي خصنا نعيشوا به. ياس دوزتوها وحويتونا وصافي نكحتونا وليتو نتوما هما القيم الاخلاقيه ودخلتونا في شي مشاكل، وي نيد تو ستارت سموير. راه ما يمكنش غادي توصل لواحد النهايه الا ما عندكش حتى البدايه ما كايناش. وال
البدايه ديما غادي يكون فيهم ضحايا، وديما غادي يجي لي يضحك عليهم ويقول لهم انتم دينكم اش كتصنعوا، اش عطيتوا لهذا الوجود، اصنعتم انتم الملحدين، ما درتوا حتى شي قلوه، انتم باقي ما تخلصتوش، خرجتم الاسلام وباقين مسلمين وداكشي، وباقين مغاربه ومسلمين وكتحلفوا بمكه المكرمه وداكشي. بطبيعه الحال وديما الا كان عندك شي موفمون ظاهره ديما غادي يكون الاولين كيكونوا منبوذين الاخوان. علاش؟ حيت كيخرجوا من القطيع. ها فاش كتخرج من القطيع كلشي القطيع كيبدا يشوف فيك، تيقول لك انت خصك ترجع للقطيع. يميكاس انكونفورتابل، خصك ترجع بحالنا باش نبقاو حنايا بحال شي، خصك تكون بحالنا، ولا خرجتي من القطيع اذا راه كتخلق لينا واحد العقده، حيت حنا ما كنامنوش بالاختلاف. عينينا خصهم يشوفوا كلشي بحال بحال عاد كنرتاحوا. الا عينينا بداو كيشوفوا الاختلاف وخصو يتقبل الاختلاف اذا كيخلق لينا عناء. لحقاش تقبل الاختلاف راه عناء. عرفتي شحال ديال ليكزيرسيس خصك دير، وشحال ديال التضحيه خصك دير باش واحد الانسان كيختلف عليك. وهنايا كتوقع واحد الامبيغويتي، كتوقع واحد الكونفيزيون الاخوان. مثلا حنا غادي يقول لك حنا ما كنتقبلوش الاختلاف. مثلا حنا هذه ظاهره. اشنا هي الظاهره؟ هي واحد الحاجه كتبدا وخصها تعم. هاد الكفر ما غاديش نسميه الحاد حيت الالحاد بعيد علينا اخوان. هاد الكفر هذا ظاهره، والظاهره كتبدا وخصها تعم بحال كورونا، خصها تضرب وكتعود بانداميك كتعم. دابا شنو هو المشكل؟ اشنا كيفاش كلاسيفيكاسيون ديالنا حنا ولا كاليفيكاسيون ديالنا حنا؟ واش حنا ما كنقبلوش الاختلاف؟ نو النمطية هي القاعدة، والاختلاف هو الاكسبسيون. والاكسبسيون ديما كتكون تطرف، فاش كتكون انت اون اكسبسيون كدير واحد الحاجة، اذا انت كتكون ياس كتكون انت انسان، اذا انت متطرف. علاش؟ حيت خارج. اوكي، اذا هنايا واش حنا كنتقبلوا الاختلاف؟ حنا نضحي في سبيل الاختلاف، حنا ندعو الى الاختلاف. لماذا؟ حيت حنا بغينا نختلفوا، حنا ما بغيناش نفكروا بحالكم. الا تقال محمد بحال تقال بوشعيب، بحال تقال المعطي، بحال تقال حسن، بحال تقال سعيد، فاش كيتقال محمد ماشي بحالكم انتوما. انتوما بغيتونا فاش يتقال محمد خصنا نقولوا صلى الله عليه وسلم وعليه السلام، ولا تقال الله خصنا، حنا كنختلفوا عليكم. غير باش يفهموا الناس بان تقول لك لا حريه المعتقد. يا معاك حريه المعتقد، انا متفق معاك حريه المعتقد، ولكن حريه المعتقد ماشي هي دي حريه المعتقد. حريه المعتقد اللي عند سبعه ديال الناس في المجتمع، 7% ديال لا بوبولاسيون كتعتقد، يا عندك حريه المعتقد. الا انت تزدتي وما كانش عندك ضغوط وما كنتيش كتصرفق باش تقرا اللوحه وتقرا القران وداك الشيء، ياس عندك حريه المعتقد. ولكن الا انت اختصبوك في الطموح ديالك ودخلوا لك الدين، هنايا كنقول لك خصنا نديرو فيلتراسيون، خصنا نشدو المجتمع ونفلتريو، نشوفوا الناس اللي عندهم في الديانه ديالهم انهم كيكونوا مرتاحين مع واحد المعتقد. بزاف ديال الناس كيعيشوا مرتاحين بمعتقد، وهذا المعتقد ماشي بالضروره شي اله خدام السلطه وكيسب وكيعير ويهدد في البشر. كتلقى شي ناس كيوكلوا على الفراخ، هذا هو الدين ديالهم. كاين اللي كتلقى عنده 30 مش في الدار، هذاك هو الدين ديالو، المهمه ديالو في هذا الوجود هو دوك 30 واي مش كاين في الدار خصو يوكلو، هذه هي الخدمه ديالو. كاين اللي عندهم على الاطفال الصغار، هذه هي الخدمه ديالو. ديما هو انا دخلت مشات بنتي للسبيطار واحد السيمانه، واحد خينا كيجي كل نهار الحد. اشنا هي الخدمه ديالو؟ كيعمر الطوموبيله ديالو بالهدايا، في الحقيقه ما كيشريهمش، كيقول للناس دير انا الخدمه ديالي، انا كلاون. شنو هو الكلاون؟ هو داك اللي كيدير ديك البونجا مدوره فوق نيفو، كيدير الشعر وكيصبغ وجهه وكيلبس الصباط ديال ماكدونالد وداكشي، وكيمشي كيضحك الدراري الصغار في السبيطار. مهرج. اشنو وقع لهاد المهرج؟ عنده واحد البلاصه في الدماغ ديالو كتانجيكتي واحد لا سيبستونس كتخلق ليه واحد السعاده،
السعاده ديالو هو فاش كيمشي كيدوز نهار الحد وكيشوف شي دراري صغار مريحين في السبيطار ما عندهمش الزهر انه عندهم امراض وهما باقين في عمرهم 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 13. هذا بالنسبه لي هذا هو المعتقد ديالو، ما كيعرف ولا جيزس لا الله لا جبريل، ما جا حتى كتاب من السماء، حتى واحد ما عمرو قال ليها دير هذه، هو لقاها ويدين همساف كيلقى الراحه ديالو. علاش؟ حيت هذاك هو الاعتقاد، هو الحاجه اللي كتلقى فيها الراحه ديالك. كنعرفوا بان الحوايج الماديه اللي غير خصها تدخل لك الفلوس موجوده، وكاين واحد الاوراي كبير ديال الحوايج، ولكن هذاك الشيء كله ما كتلقاش فيه. ياس فيه السعاده ديالك، ولكن خصك تزيد عليه شويه ديال الاقامه، ما كاينش غادي تجيك السعاده ماديه، خص ديما تزيد عليها شي حوايج اللي لا علاقه لهم بالمال. وهذه المساله مفهومه عند الانسانيه كامله، مفهومه عند الانسانيه كامله، ها كتلقى فيها الراحه ديالك، ما كيهمش شنو هي، المهم الراحه ديالك واش بغاها المجتمع ولا ما بغاهاش، ماشي شغل المجتمع في هذاك الشيء اللي كدير انت. انت كتقلب على راحتك، وطبيعه الحال راحتك ما كايناش في راحه المجتمع، وغالبا راحه المجتمع ماشي هي الراحه ديالك. بحال هادشي اللي تيقول لك، تيقول لك والله الاسلام زوين، والاسلام زوين راك عشتي انت، باش عرفتي انت الا كتعرف الاسلام زوين؟ عمرك خرجتي من الاسلام وعشتي بلا اسلام؟ حيت هما عايشين دابا في الدين ما كيشوفوش كيفاش داير الدين. بحال مريح في شي تيران كتلعب ما كيبانش لك التيران، شكون اللي قدام شكون اللي لور، فين غادي هذا فين غادي لافونسون فين كاين، ما كيبان لك حتى شي حاجه، كتكون داخل ما فاهم حتى شي حاجه. نفس الشيء مع الدين، فاش كتكون داخل اللي ما كتعرف والو، تيقول لك راه الدين زوين، باش عرفتي زوين؟ باش تعرفو زوين خص تكون عندك النسبيه، داكشي باش غتعرفو زوين. وانت الا كتعرفو غير هو بوحدو باش عرفتي؟ إلا قلت لك هاد الحاجة حمراء وهي اللي كاينة في هاد الوجود، إلا كاين اللون غير الحمر بوحدو في هاد الوجود، إلا قلت لك هاد الحاجة حمراء دازن مارا، نقدر نقول لك خضرا وغتقول لي إيه خضرا، علاش؟ حيت كاين غير بوحدو هذاك اللون بوحدو هو اللي إكزيست. علاش ما تقدرش تكومباري؟ حيت ما كاينش نسبية، غولاتيف تو وات، هادي حمراء غولاتيف تو وات، ولا هادي سخونة غولاتيف تو وات، ولا هادي طويلة غولاتيف تو وات. أوكي، هنايا اش خلقنا؟ خلقنا واحد المجتمع منمط وما كيعرفش هي باش منفوخه، وهذا هو المشكل اللي كنعانيوه الاخوه، وهذا مشكل كبير خصنا نتهناو من هاد القلاوي. ربما حنا كنجيو، ولكن هذه هي طبيعه الانسان، خصو يجي لهاد الوجود، خصو يزيد شي حاجه، ما يمكنش غادي تجي تعيش هنا 70 عام وتخرج بحال ما كنتيش، ها لازم كتدخل كتشوف شي حاجه، الا ما مقاداش كتقادا عاد كتخرج، بحال كاع هادشي اللي داز في التاريخ. الإنسانية كلها كتجي كتقاد شي حاجة، على الأقل إلا ما درتي والو الخرا ديالك كيمشي للبحر، الحوت كياكلو كيصدق الحوت منتفع منك، هادشي the least you can do هي تجي تخرا والخرا ديالك يصوبو منو شي حاجة، ياكلو الحوت، على الأقل الحوت يتنعم منو واحد الطريقة أو بأخرى، أنت غادي تجي عاد تبقى تخرب. وأنا من دوك الناس اللي درت من المهمة ديالي أن نحاول نوعيو هاد الشعب هذا، باش غادي نوعيوهم؟ انه غير يشوفوا في الدين يعاونوا يحلوا هاد الدين ديالهم تخي تخي سهل. واحد الحاجه اللي انا اوبليجي ما نقلبش فيها، ما نشوفهاش، ما نخدمش معاها سكيبتيسيزم ديالي، هو الدين. الدين هو الحاجه اللي ما عمرك كتخدم معاها، ما تقدرش تمشي عند باك تقول لي اسمح لي يا الوالي، واش بصح لي تخالق 200 مليار مجموعه شمسيه هضر مع محمد؟ ما تقدرش تقولها لي، ربما كتقول لك في راسك بزاف، كتقول او كيفاش خالق هذا الوجود يهضر مع انسان؟ واش خالق هذا الوجود كيهضر؟ واش كيصيفط؟ واش كينزل؟ واش كيشوف؟ واش كيسمع؟ وقعد لقى الاوصاف هذو كلهم ديال الانسان، فما يمكنش خالق هذا الوجود تكون عندك صفه من الصفات ديالك مشتركه معاه بيريد. فاش كتشوف خالق هذا الوجود 13.7 مليار سنه اكثر من 200 مليار مجموعه شمسيه، كتشوف الحجم ديال الوجود كتقول راه ما يمكنش شي حاجه تكون عندي سيميلار مع هذاك، مع خالق هذا الوجود. شويه تيجي تيقول لك هو الرحمن والرحيم والملك القدوس والعزيز وكاع داك الاخلاق اللي عند الانسان، ولا دوك الصفات ولا دوك الشيم اللي عند الانسان. وهذا الشيء كيتسمى سكيبتيسيزم، يو هاف تو اسك، خصك تسول، وكتسول على كل شيء.
اي حاجه عندها علاقه ولا كتنتفي مع المصلحه ديالك او لا فيها المصلحه ديالك خصك تسول فيها. علاش؟ حيت انت انسان، الدماغ ديالك هو الى ديريجي باش يقول لك خصني نسول باش نعرف باش نقلب لك على المصلحه ديالك. هذا هو لونيفير بحال هكا خدام، خصك تسول باش تعرف باش تقلب على المصلحه ديالك، واش انت في خطر، واش كاينه المصلحه ديالك، خصك تتبع واحد لا ديريكسيون. سكيبتيسيزم ما خصناش نحبسوه، شنو هو الشك؟ ما خصوش اي حاجه خصك تشك فيها. داكشي علاش ما قراوناش حنا كيفاش نشكو في الحوايج، كيفاش نسالو في الحوايج. علمونا كيفاش نقراو، تيقول لي اقرا باسم ربك الذي خلق. فاش كتبدا القران ما عمرك كتوقف وكتقول اش بغى يقول من هذا الشيء اللي كنقرا فيه. انا ما عمرني كنت كنوقف وتنقول اوكي وات ذا فاك يو وانا تلمي، شنو هو اللي بغيتي تقول لي انت؟ ديما خصني المهم عندي هو نقراه. حتى فاش تيقول لك راه غادي تقرا القران وفيه الحسنات، ماشي تيقول لك غادي تفهمه. هو اصلا اي حاجه كتكتبها خصك تفهمها، الا الا كنتي بغيتي تشطاح ولا بغيتي تغني شي اغنيه ديال برام بيدام برا بيدام بيدام برام بام بام برام بام بام، هكا كتقول اوكي الغايه ديال هذا الشيء هو انك غادي تشطح، غادي تبدا تدندن، الدماغ ديالك غادي يبدا يفيبري وغادي تشطح. اذا هنايا ما عندك علاش تفهم شي حاجه. ولكن الى خالق هذا الوجود، واش صيفطنا حنا باش نبداو نتغناو بهذاك الشيء اللي كيقول او لا باش نفهموه؟ خصنا نفهموه. فاش كنفهموه كنعرفوا بان اوكي وهذا الشيء اللي تقالها شي حاجه طبيعيه، اي واحد يقدر يقولها، هاد التصرفات تصرفات اي واحد غادي يتصرفوا. اوكي هاد الاخلاق راه اخلاق ديال اي انسان يقدر يتخلق بهاد الاخلاق، داكشي علاش كنحاول نفهمو. إذن الا اي انسان كيتخلق بهاد الاخلاق، إذن ما يكونش غادي نحطو 100% ديال الثقه ديالنا في داكشي اللي جاب لينا. خصنا وي هاف تو تيك ات وذ غرين اوف سولت، خصنا ناخذوه بواحد الشك. وقد ما تزاد الاخلاق ديالهم مقوده، قد ما الشك ديالنا خصو يتزاد، وقد ما التضحيه في سبيل هاد الدين خصها تنقص. علاش؟ حيت تاكدنا ما يمكنش غادي تنوضني انت مع 4:30 ديال الصباح، فيقني من وسط النعاس ديالي، وخصني نتوضا وخصني نصلي لك، وانتيا عندي كتبان لي بان لا علاقه لك بخالق هذا الوجود. واشنو هو الدليل عندي؟ هو دوك الاخلاق اللي جبتي لينا. اذا هنا الا وصلنا الميساج للناس اش غادي يوقع لهم؟ ما غاديش تبقى عندهم هذيك التضحيه للدين. هذيك التضحيه كاينه از لونغ از الشخصيه ديالو بقات انتاكت، ما عمرنا شكينا فيها وما عمرنا نقصنا من الكريديبيليتي ديالها، ديما غادي تبقى. كيفاش غادي نطيحوا هاد القدسيه من الدين؟ هو خصنا نطيحوا الكريديبيليتي ديال محمد. باش كطيح الكريديبيليتي ديالو كتقول الحوايج لي نيجاتيف فيه، هنايا غادي تنقص من درجه التدين. حتى داك الانسان اللي كيشوف كتفطر رمضان ولا ما غاديش يجي يهجم عليك، حيت غادي يفهم بان داك الشيء اللي فاهمه هو راه ما بقاش هذاك ذا بيرفكت الانسان المثالي. هذاك راه هو القحبه هو وقودها ودار بزاف ديال الحوايج مقودين في الحياه. وهذا هو ذا ليست في الميساج اللي كنصيفطو للناس. كنصيفط لهم واحد الميساج ودي ما تبقاوش ديو داك الخرا الثقه عمياء. كتسولو تيقول لك راه مكتوبه في القران، كتقول لي هو القران انا نخرع عليه انا ونقول عليه، انت علاش كتقول لي مكتوبه في القران؟ لا جيب لي غير المنطق ديالك، ما قلنا لك لا قران لا والو، جيب لي المنطق ديالك. الناس وصلوا قالها محمد صافي، كون قال لهم كلوا الخرا والله حتى ياكلوا الخرا بالله. شي كون قال لهم محمد إلا كان شي واحد من أهل البيت كلوا الخرا ديالو معلقة في النهار، والله حتى المغاربة كلهم تلقاهم مستفين كياكلوا الخرا ديالو. علاش؟ حيت عندنا واحد الثقة عمياء في الدين. وهنا كنشوفهم كيمشيو للسبيطارات، تيقول لي أودي راك أنت فيك واحد المرض معين ما يمكنش تصوم، ياك ولا لا؟ تيقول لي انت ما يمكنش تصوم، انت خصك كل ساعتين خصك تشرب الماء، ما خصكش تصوم. تيقول لك لا فاك العلم فاك لا سيونس فاك خينا اللي كيهضر معايا عنده 30 عام ديال الاكسبيريونس وطاب زكو قرا 9 سنين هو كيقرا في هذا المجال هذا، داك الشيء كله ما كيهمنيش. مكتوبه قالها الله صافي.
بنادم بنش وي بنادم قرقاب وتعيش مقرقب وبغيتي تخارى مع واحد الماني كيلود مع 4:30 ديال الصباح ها وغادي مع واحد فرنساوي وواحد طالياني انت بغيتي ناس عايشين في الواقع ديالهم وعندهم مشكل في المنافسة معهم غير دياب خدامين هل ألمان هل جابون هل الصين هل الإنجليز هل الميريكان هل كندا عسبوع خدامين وانت جيب شي فكرة خاري وخامر مزيان ودست على دين 1400 سنة ومقود وبقى ما عمرو تغير وجيتي بغاتي تخار انت داكشي علاش لاحظتوا الإخوان الدول الأوروبية داكشي كيضحكوا علينا بحال والله العظيم كيضحك لك ويدخل على المغاربة ضحكين على المغاربة الجزائر تونس ليبيا مصر كاع الدول الإسلامية all together إلا كتقولوا الأفارقة هما علاش الأفارقة هما طلع الأفارقة من هنا 15 عام 20 عام والله الإخوان اللي غادي يبقاو الدول المسلمة هي الدول أكثر تخلفا في العالم وهادي عقلوا عليها وغادي يموت بيانليخ وبولوا على قبره والله العظيم إلا غادي يبقاو الدول أكثر تشبتا بالإسلام هي الدول أكثر تخلفا في العالم أوكي واش اللي كنحاولوا ما كنعايروا حد ما كان عندنا مشكل مع واحد ثقافة معينة حتى واحد ما مسؤول عليها حتى واحد ما فرقبتو خصو يدافع على الدين ديالو على واحد الايديولوجيه راه الاله اللي طالب منك تدافع عليه راه اله مريض شي داك الاله اللي تيقول لك خصك تضحي في سبيل الدين وكان الدين هو احسن حاجه في حياتك كتقول لي سير دير امك تقود انا راه ملي كنحل عينيا في الصباح وانا مضارب عندي تحديات كافيني في المجتمع ديالي وفي البيئه اللي كنعيش فيها كتقدني ملي كنوض كنحل عينيا حتى كنعيا تكيطيح الموطور كنمشي نعس فانا ما محتاج غادي ندافع عليك انت غتدافع على كرك عندك البيئه ديالك انا راه عندي داكشي كافيني خصني نضال ولادي وخصني نتهلي في ولادي وخصني نحافظ عليهم وخصني نوكلهم وخصني نشربهم وخصني نداويهم وخصني نقريهم راه عندي تحديات كافيه يعني. انا ما غاديش نجي ندافع عليك نتايا دافع على واحد الصراط فاش غادي نموت هو فاش غادي نموت ندافع عليك انا وهذا الشيء خص كل شيء الفهم ديالنا لهذا الوجود خصو يتبدل الإخوان إلا ما تبدلش الفهم لك شيء علاش ماهية الوجود mission statement مهمة في أي شركة يقول what the fuck are you doing واش واحد الإنسان عطشان غادي تشربه واحد الإنسان مريض غادي توكله واحد الإنسان خصو ترانسبورتاسيون غادي تعطيها ليه واحد الإنسان أشنا هو mission statement علاش جاي انت هنايا وهذه هي أعظم حاجة كاينة في الشركة كيحطوها لك قدام في الشركة مكتوبة في الأول ميشن ستيتمنت ها علاش أنا جاي هنا إلا خطأتي في هذا كذا خطأتي في كل شيء حتى شي حاجة ما غادي تصاوب لك مزيان كل شيء غادي تكون مقوضة تقول لهم أنا جاي بغيت بنادم اللي عطشان نشربوا الماء كيقول لك أوكي راه كاين الماء موجود بنادم ما عطشانش يلاه قول إذا هذاك الشيء اللي غادي دير ما غاديش ينجح حيت بنادم الماء موجود إذا أنت خطأتي في الميشن ستيتمنت إتس نوت ا نيد to satisfy what she can طبق حتى على الانسان كتجي لهذا الوجود what the fuck are you doing here غادي تجي 70 تعيش 70 عام علاش انت جاي هنا الى انتهت السؤال هذا الجواب ديالك عنده هي غادي نمشي كندوز امتحان اذا انت ما تسناش من دير امك شي خير انت غادي تجي غتبقى تخرا وغتبقى تكوز وغتبقى دير الفلوس للسواعده ما غادي ينتفعوش بهم وربما غادي ينتفعوا ولكن غادي ينتفعوا غولاتيفمون ولادك غادي ينتفعوا ولكن داكشي كله غادي يكون غولاتيف ماشي غادي ينتفعوا منه 100% اذا حنا فاش كنجيو لهاد الوجود خصنا شي يفهموا بانك كتجي هنايا باش دير لولادك واحد المستقبل مزيان وخص باك امك حتى هما يكون هذا هو الفكر ديالهم انني غادي ندير لولادي واحد المستقبل مزيان هذا هو اللي كاين فاش كتجي تفكر بحال هكا كتلقى بان كاينه واحد الكونتينيتي كاينه واحد اللونجيتيفيتي كاين واحد البعد في المستقبل انك ديما كتخدم لا جينيراسيون اللي جايه تخيل ان احنا كنجيو كلشي كيخدم الكارو ما عندناش هذيك السيروره ما كايناش السيروره عندنا كل واحد كيجي كيضرب على كرو فاش كتبني واحد الثقافه واحد الحضاره كتبنيها
ديما خص يكون لو فيتور لو فيتور لو فيتور لو فيتور، كلشي خص يكون كيخدم لو فيتور. ولكن حنا لاش كنخدمو؟ كنخدمو لو باسي. كلشي عندنا داكشي عندنا فيغمي فيغمي فيغمي، ما كاينش واحد ما كاينش واحد الكونيكسيون مع كل واحد مضابغي مع كرو، كل واحد عايش في واحد السيركل فيغمي. تقدر من واحد المنظور تقدر ما تسميناش مجتمع. والله الا حطيتيها في واحد النسق اخر كتقول هذا ماشي مجتمع، الا كل واحد كيخدم المصلحه الذاتيه ديالو. اكزاكتومون. اذا ما بقيناش مجتمع، راه كاين شي مصالح خصها تكون مشتركه، وربما لا ماجوريتي ديال الحوايج خصهم يكونوا مصالح مشتركه. بحال مثلا التعليم، كتمشي عند شي ناس كتقول لهم انت ما عندك حتى شي ولاد ياس، غادي تدفع 25 سنت في كل دولار غتصوروا غادي تدور المدرسه. تيقول لك ما عنديش ولاد، كتقول لك كتعيش في مجتمع واخا ما عندكش ولاد صغار. الناس عندهم ولاد صغار، خصنا نصوبوا الطرقان، ما عنديش الطوموبيل. لا، ولكن هذه مصلحه عامه، كل عولنا على المسلمين ما عمرهم يديروا هذا الشيء، حيث ما عندهم لا تزر وازرة وزرة أخرى. كل واحد كيضرب على قرو والأم لرضيعها وهذا وكاع داكشي اللي كنسمعوا من الدين. إذا حنا المشكل ديالنا هنا هو أشنو؟ المشكل ديالنا هو كنعيشوا واحد الطريقة دازت على الفضائية. كاين صوت الإخوان، ما عندناش ديك غادي تعمر الروم، غادي دير امك تخد جيت زمل، غادي نفزع القحبه تاع تمك، قود انت والروم وداكشي كله. تغير هادشي، اللي دخل هنا زمل كتبونسي القحبه تاع تمو. تلقى شي واحد الماني يدير هاد القضيه اللي دارها؟ تلقى شي واحد الماني؟ هادو هما بحال دوك اللي كيعريو زكوم وداكشي، بحال هادو فهمتي، بحال هاد خينات. خصو هو يدير شي حاجه ديفيرونت على عباد الله. ما لقى ما يدير قال اوكي، الحاجه اللي ما كيديروش عباد الله هي كيعري رزقكم، ارا نعري رزقي بيرفورمر. جرب فيه الادمينيه لم قبيله وانا كنجرب فيهم من اول البارح، وشحال وانا عندي الادمينيه ما عقدتش بها. توليت كنورك ليه على ديك البروفيل ديالو وكتطلع لي واحد لاليس زوينه فيها البونس هذاك الشيء كامل، معانا مولف الازيتي والكويتي والبازيك والكوبول والفوطرون وداك الشيء ديال بكري. فما بقى كيبان لي كاع داك الشيء اللي كنا كنقراو في الثمانينات، والله العظيم كنا كنقراو الدوس وخصك تورك على هادي فونكسيون اف 1 اف 2 اف 3 وهادي ولا السقادي مع الفرا. شتي الناس فين ولاو؟ شتي فين ولاو؟ شتي الاخوان الحضاره كي دايره؟ عقلته في الثمانينات كنتي كتحط الكمبيوتر وخصك دير الدوس الازيتي الكويتي وفونكسيون واحد و11 و12 و اس ا ار ال وما عرف خصك تلصقها مع ريتيرن باش تكتب هادي ودير داك القلاوي كامل. شو دابا ولا داك الاخر بحال كتقول هاد الكمبيوتر دازت على ديال موشي 150 عام؟ ها واي حيت كتمشي لواحد البروسيسوس داميليوراسيون، واحد الحاجه كانت بحال هكا كتزيد عليها وكتزيد عليها وغاديه بحال. واش هاد الناس تلقى مسلم غادي يفكر بهاد الفكره هادي؟ اذا انا كنعاتب الثقافه، وبزاف ديال الناس عندهم الحق يتبعوني في هاد المجال، كيعرفوا بان الثقافه عندها النصيب الاوفر في سبب التخلف ديالنا في المغرب. الدين الثقافه ديالنا، الثقافة في حد ذاتها ماشي شي حاجة في الثقافة، الثقافة في حد ذاتها عندها واحد يد الطولة، عندها واحد اليد في المستوى ديال التخلف وديال الجهل والرجعية والهمجية اللي بزاف ديال الناس كيشاركوا هذه الفكرة. بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس خصك تبينها لهم. انا كنعرف شي ناس قال لك انا فاش سمعتك كتهضر ما كنتش كنعرفك علاش كتهضر. والله العظيم بالله تقول لك انت علاش كتهضر؟ الدين ما دار لينا والو. الدين حلوه، كنمشيو كنصليو وكنجيو كنمشيو عندنا رمضان كنديروا رمضان وفيه الاخلاق، تهلا في والديك، البر بالوالدين، وتعامل مع الجار زوين وداك الشيء. واش فوا كتبدا تفهمو تيقول لك واو وراه عندك الحق. ماشي انا اللي عندي الحق، كاع التاريخ عام بالناس من دوك اللي داس عليهم ألف سنه هذه
عامه بالناس اللي عاقب هذا الشيء. ما يمكنش غادي تجيب واحد الانسان سوي. شكون اللي كيكون واحد الثقافه؟ الانسان هو اللي كيكون ثقافه. الى داك لي زوتي اللي عطيتي لهذاك الانسان دي زوتي فالسو، غادي يخلق لك مجتمع خارج بحال المجتمع ديالنا. بنادم سارق حولي باش يعيط، واش انت داير مقمري؟ واش تسارق حولي او حولي؟ حنا كنا كنضربوا البزاطه متروس ديال مالبورو بحال كو كنا كنلعبوا. انت خاون حولي او حولي هازو قدام عباد الله بحال هذاك اللي عرانا العرانا نسكو. اوكي، علاش حد دير مو شعب حمار؟ شعب هو عنده هو لا فورميل جاتو من عند خالق هذا الوجود. الناس كلهم كياخذوا الفورميل من عند الناس بحالهم، فلاسفه بحالهم، كياكلوا كيخراو، لا عقل لا علاقه لهم بخالق هذا الوجود. ها علاش؟ حيت كيجيبوا لك شي حاجه من البيئه ديالهم، التفكير ديالو كانسان كيعطي لك، ما غاديش يكذب عليك، ما غاديش يجيب لك شي خرا. حتى كتجي عند هذا الوسخ تيقول لك لا داكشي اللي عندنا راه ما عندوش علاقه بالارض، كاع داكشي اللي كاين في هذه الكره الارضيه لا علاقه له بهذا الخطاب، جانا من عند خالق هذا الوجود، وبطبيعه الحال غادي يكون خارج عن النساق ديالو. علاش؟ حيت جايبو من عند شي حاجه ما عندها حتى شي علاقه بنا نهائيا. اذا الا جبتيها اذا خصها تكون كتناغم مع البيئه، خصك تخراها من البيئه باش تناغم مع البيئه. انت جايب لي شي حاجه خارجه على البيئه، اذا لا دخلتيها للبيئه ديالك راه غادي تكون خارجه، ما غاديش تعطيك شي حاجه بوزيتيف. وهذا هو المشكل الخطير اللي درنا، اعتمدنا على واحد الطاقه ما عرفنا ديال ما اكزيستد والنفر اكزيستد، هي غادي تسير لنا المجتمع ديالنا، هي غادي تعطينا شي حوايج اللي متناسقه مع المجتمع ديالنا، شي قوانين متناسقه، شي اخلاق في تناغم مع المجتمع ديالنا، وراه ما يمكنش حيت هو اصلا خارج على المجتمع ديالنا. يتبي الله ولا يتبي قريشي، بجوجهم خارجين عندنا، واحد يملك خارج على هذا الوجود ما كيعرفش شنو هو الجوع والعطش والحنان والحب والغضب والخوف، كاع داكشي لا علاقه له. انت اللي ما كتعرف حتى شي حاجه من هذا القلاوي، كيفاش انت غادي تقريني انا كيفاش غنتعامل مع هاد الحوايج اللي كتحداني في الحياه ديالي؟ اوكي، اش خصنا نديرو؟ خصنا نجيبو شي فكره ديال البشر كيعيش في المجتمعات ديالنا، باش نجيبو الله غادي يقول لنا شي حاجه. وانت الله، انت باش كتعرفني انا كيفاش كنحس؟ باش كتعرفني العلاقه مع ولادي مع ماتي؟ باش غتعرفهم؟ ياك انت الله ما كتعيش في البيئه ديالي، اذا لا علم لك بهذه العلاقه اللي عندي مع الانسان الاخر. اذا انت اخر واحد غادي تجيب لي انت واحد التشريع غادي نعيش به، نتزوج به، ونطلق به، ونحس به، ونشعر به، ونخدم مع الجوارح ديالي وكل شيء. وهذا هو الميساج اللي بغينا نوصلو. كنلقى فيه واحد اللذه باغ كوانسيدونس، شي ناس مشتاقين عندهم واحد النوع ديال لا نوستالجي للثقافه ديالهم، كيجيو كيتجمعوا، ولكن باغ كوانسيدونس ان هذاك التجمع ديالهم كاين واحد الحاجه فيه بوزيتيف، هو انهم ربما كيعاونوا شي ناس يخرجوا من هاد الدين العافيين، يفهموا الحياه بوزيتيف، ويتعاملوا مع اولادهم بطريقه زوينه وبوزيتيف، يتعاملوا مع العيالات ديالهم مع الزوجات ديالهم بواحد الطريقه زوينه وبوزيتيف. وهذا الشيء مزيان الى دخلتي لواحد الانسان، يعني على في اخر المطاف حل ما فيها لا حقد لا كراهيه، بالعكس فيها مصلحة، كنقلبوا على المصلحة ديال الناس، ما بغيناش يعيشوا لنفس المأساة اللي عشناها احنا. احنا كو كانوا جدود جدودنا داروا شي خرية، كاع ما نكونوا احنا في هاد الروم كنهضروا، كنا احنا داير الموسيقى وكنهضروا عليها، ولا كنهضروا على التكنولوجيا، والدين هو آخر حاجة كنهضروا عليها. علاش وقع لنا هادشي؟ حيت جدودنا ما داروا حتى شي قلوة، بقاو كيكوزوا 1400 سنة، حتى واحد فيهم ما قالاش هاد القلاوي. انت شكون هو اللي غادي تقول لي انا كيفاش غادي نعس مع ماتي، ولا كيفاش غنتزوج؟ شكون دير امك نتايا تدخل لي انا في حياتي؟ انت غادي تجي تفيقني في الصباح وتتصم لي الحياه ديالي كلها، وشكون هو انت بعدا؟ خصني نسولك، ما يمكنش انا غادي لي كاع هاد الارف، خصني اي حاجه بغيت نديرها خصني نسولك كيفاش غادي نديرها. بغيتي نديرها اوكي، شكون هو انت؟ هو ذا فاك يو، اعطيني دليل قاطع بان جينا نقلبوا لقينا الخو الخاوي. أنا كنلقى لذة في هادشي، والله إلا كنلقى فيه لذة بالله. سيتو فاش كيدخل شي آخ، عرفتي شحال كتفرح فاش كيقول لك شي واحد راه النسبة ديالك 5% تأثرتي عليا، ولا أنت من الحوايج اللي أثرت عليا تغيرت الفكر ديالي. وكتشوفوا بتغيير الفكر كيتغير الإنسان، ياك الإخوان. ف
فاش كتخرج من الدين كتعود الحوايج كديرهم وكتضاب لهم حساب، كتقول انا راه مغربي، انا كابر غير في واحد المجتمع متخلف، خليني نشوف الاراء الاخرين ديال الناس في شي حوايج. مثلا انا مع بنتي كنتصنت لبنتي اكثر من اللي كنتصنت لراسي، عندي الثقه في الميساج ديالها اكثر من اللي عندي، حيت انا كنعرف راسي ميخي. بغيت انا نجي ندير لها التنظير في مجتمع هي كابره فيه، هي مو هي الرئيسه ديالو، هي السائقه ديالو، هي يا راسها ما عامش بلوسخ. حنا خصك ديما تبقى تفكر ديما، فهمتي فين هذيك فين هذيك كنقمزو فينا القميز، القميز عرفتي كنقمزو، كدير فينا كدير شي ديسيزيون كتقول لا خصني نعاود النظافه في هادشي، هادشي جبتو من ديك الثقافه المتخلفه ديالنا، خصني نشوف كيفاش كتفهم الحوايج. لا لا وحق الرب العظيم، وهذا هو الواقع ديالنا كنعيشو في هذا الروم، وحنا في الحقيقه كنعيشو في هذا الروم. شي حاجه زوينه عندي انا دابا البالتوك، عندي بحال الاكسجين بحال الطاقه بحال الجاذبيه، لحيتي ديال البالتو كيوقع لي واحد الخلل، كنحس براسي بحال مريح فشي على شي كرسي عندها جوج ديال الرجلين، لا عندها ثلاثه ديال الرجلين، عرفتي داك كيكون فيها ثلاثه ديال الرجلين، ولا داك اللي كيكون عنده واحد الرجل ناقصه، هي كتريح فوق شي كرسي وكتكون واحد الرجل ناقصه، وكتحاول ما امكن انك تشد ليكيليب وتبقى بلا ما يبقى داك نفس الشيء مع الحياه مع الدين. وحق الرب العظيم في ديك واحد القمزه مقوده، هو هذا اللي عشنا. حتى داك المجتمع اللي كيكون ديما سالم حتى شي حاجه ما كتدخل دين ما كتشوف المجتمعات الاخرين تقريبا ديك العلاقه ديال الاب والام والاخوان وداش حتى شي حاجه ما كتانفلتريها، كتلقى دي بوسيبيليتي، كتلقى واحد البروبابيليتي ديال الناس ديال لي غنوتيمو أوسي ناري ناري على البرونوميناليزاسيون، ياك ديال البرونوميناليزاسيون ياك الإخوان، ديك ديال نو تيمون ناري ناري نو زيمون توا، لو فيرب إيمي أ لا بروميير بيرسون دو بلوريال، ناري 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 البلاغة، نو تيمون ناري ناري، والله تهلكتيني. لا بدا غتكون أنت دابا انتيليجون حيت عندك مع لا كونجيغاسيون دي فيرب ايمي او بريزون. لا كنضحك معاك الاخت، والله الا كل احتراماتي لجميع الاخوات في الروم، والله والله العظيم بالله الاخوان، ما بقاش فيا ديك المعيار ديال المغاربه، عرفتوا المغاربه شي وحده كتهضر بزاف شي وحده كدير هذه، لا ما بقاش فيا داك الشيء، والله وليت كنعتبر المراه بحال الرجل عندها جميع الحقوق حتى حق النكاح، تا هي خصها تجيبو تا هي تقول لك انت ما مزيانش ما كتنعش مزيان، والله العظيم الا بصح هادشي في المجتمعات عندنا عادي، هنايا في هاد المجتمعات عادي، كاين العيالات هنا الا ما عندكش ترمه مزيانه هتفكرني في لوساج، والله الا العيالات هنا الا ما عندكش شي ترمه مزيانه كتشد، عرفتي اكيد كندير واحد لاجيستور بدي، والله العظيم بالله كيقول لك الراجل كيعجبني، كتقول ليش كيعجبك الراجل، كتعجبني الترمه ديالو، كتشد ليه في الترمه ديالو، لا كتشد لك في الترمه ديالك كتقول انت ريحها وانت فين نازله يا، لا كنضحك معاكم الاخوان ما تاخذوش مني قلت الحياه، الله يرحم الوالدين الاخت الاخوات قلت الحياه قلت الحياه، ما تقلقوش علينا شديت لكم المايك بزاف، اوكي اذا نحاولوا نختموا هذا الشيء اللي وقع مع الروم الاخر، وغادي تشوفوا الاخوان كيفاش غادي تفكك، اتس نوت ايزي، راه ماشي ساهله تشد واحد الروم وتوقف عليها حتى توقف على رجليها، راه من اصعب عرفتي كتوصل لواحد الوقت الا دخل عندك غير شي واحد كيعود كيسوى بزاف الاخوان، ويوزر يوزر ثم مازال جيتو دابا اللي حل روم على الدخله كيبقى 30 40، حنا كان واحد الوقت الا وصلت 18 في الروم كتقول الروم طرطقة، والله العظيم الإخوان بالله الوقت فاش الله تحل بالتوك وشحال صعيب أنك تجيب شي واحد ويجي عندك لغد ليه ويعاود تاني يجي في الصباح ويجي في العشية، دابا لو كتا من صبابط شأس دخل غير والبارح دابا والله ما تقدر تحيدو مرة، ما كانش القضية بحالكم،
كنخص يدوز عامين 3 سنين عاد كيجيك شي واحد ساهل عنده بحال شأس كتبقى تسالنا عاد يجي دابا اللي كيجي بنادم كيلصق في الروم من النهار الاول النهار الثاني ها هو ادمي النهار الثالث كياخذ كيحل الغرفه بوحدو كيدير 20 ولا 30 ديال اللوزات تيبدا يدير لهم انفيت كنضحك معاك راك عزيزه الشأس واخا ما عمرني شفت ربك وانتم كاع عزاز ولكن ما عمرنا شفناكم وحق الرب العظيم شي حاجه ديال المواعره عزيز عليك واحد الانسان غير حيت الطريقه باش كيفكر صافي زوينه هذه هذا هو لو بارفي ياك الاخوان ولا لو بلوس كو بارفي ياك ان واحد الانسان عزيز عليا علاش هذيك كيفكر ما كيامنيش انا عنده فلوس كيدير وجهه الاصل ديالو منين المدينه ديالو منين الذوق ديالو في هذه حتى شي حاجه اشنا هو كيفاش كيفكر هذا الانسان وكيخلق لك واحد واحد الاخوه معاه وكيبقى فيك وكتدافع عليه اه شي حاجه زوينه هذه الحياه كل ما جاش هذا ولكن مع ذلك مهم ما متناش مسلمين ياك الاخوه نبردوا على روسنا ياك مهم دير مام لخ بحال داك كتبغي تخرج داك الشيء كيشدك في المطار كتقولي تطلق مني فهمتي ديك فهمتي ديك ديال كتضرب وكتضرب ورا ظهرك زعما تطلق مني فهمتي علاش كتكون داخل شي تيران ولا شي حاجه كيبغي يشدك كتقول ليه تطلق مني كتدخل ما مخلص فو ميو تار كو جامي وي وي نو حيت كتعتق بها لا جينيراسيون اخرى والله الا بصح بالله حنا ولادنا ما عندش دين معاد محمد ولا شي قواد مقدس ولا يا المقدس هو القانون وشي فيلسوف تا هو كنقدسو شي ماتيماتيسيا واعر شي واحد كيجري مزيان كيغني مزيان كنقدسوه ياس كنقدس بوب مالي كنموت على بوب مالي يا وكنقدس ستيف جوبز وكنقدس بزاف ديال الناس اللي عندي معهم واحد المصلحه وكيزيدو ولكن باش شي خراي دين ما عطانيش شي قلوانه نبقى نهلل بيه ونبدا نبني عليه الجوامع ونبدا ندير فرزيات بين ولادي اللي عزيز عليه راه عزيز عليا واللي ما عزيزش عليا ما عندي ما ندير دين مو وهادشي اللي داروا لي انا العائله قال لي اللي ما عزيزش عليك محمد اذا انت واد القحبه ما مربيش انت مسخوط وانت الموت ديالك حسن من الحياه ديالك وانت شوها والله الا عندي واحد الدار ما كيبغيوش مؤخرا ما كيبغيوش نمشي نشوف العائله وداكشي تيعتبروني شوها حيت ديك الوالده كتقول ناري فهمتي وكيجروا داك الحنك عرفتي المغاربه ديالنا كتشد فا ديالها وتحطها وكتدوز كتجر ديك الحنك بحال هكا زعما غادي نبدا داك الشيء ديال المشط يا وهذا الشيء اللي وقع الاخوان اذا حنا عانينا من هذا القلاوي اولا ولادنا ما غاديش يعانيو من هذا الخرا هذا ماشي بقى شي خرا شي زبل شي ديال ماشي ثقافه ديال اللغه العربيه والبلاغه والاخلاق وداك القلاوي فهمتي واحد التعطر حتى شنوج شي افكار ديال ما ميته مدقدقه اكل عليها الدهر وبال ودز على ديال ما 1400 سنه وجات عندنا من عند شي شماكريه وحنا بغينا نعيشوا بها واحد المجتمع اللي بنادم ولا كيمشي بغى يمشي لكواكب اخرى ولا كان كيعرف اش وقع 10 مليار ديال السنوات هذه وحنا جايبين افكار ديال شي شماكريه ديال مريحين في الصحراء ما جابوا لنا حتى شي قلوى بوزيتيف وداكشي اللي جابوه كلشي كاع داكشي اللي كان زوين في الثقافه ديالنا خراو على دينهم حتى ديك لو سامبل دي شوز ديك العلاقه ديالك ما بين الوالده والوالده ديالك ونتايا مثلا ما كنهضرش على الوالدين الوالدين راه جا كلهم ولاد القحاب مني وجبد والله كنهضر على العيالات هما من قايم ما جانا دوك عم الا لقى الحس قلاوي والله ما يبقى يخرج لك من الدار سمعتي كيجي ولد القحبه تال ديك العلاقه ما بين كل والده وكيدخل فيها محمد هاد الوالده تاهي كتشوفك قارنا عليك العين اه علاش حيت ما عندكش مع محمد والدين ديالنا ومحمد عزيز علينا وهادشي اللي وقع لينا في التاريخ ديالنا اذا اللي وقع لنا في هادشي ما نخليوش يدوزوا ولادنا بحال هكا انا الاخ عمر انا عرفت عمر السكتوري والله الا حضرت لي ملي كان مسلم بالله حضرت لي ملي كان مسلم وسيرو دابا سولو غادي يكون دابا مرايح دابا حاط شي جيمسون ولا شي حاجه مريح ها كيتصنات والله العظيم كتسول كتلقى بنادم ولا كيتعامل مع مرته مزيان ولا كيتعامل مع ولادو مزيان ولا كيفهم على الاقل
حقاش هذا هو المشكل ديالنا فاش كنعيشوا في الدول الغربيه. داكشي كنعودوا نحاولوا اننا نتاقلموا مع البيئه اللي كنعيشوا فيها. اولا خصنا نعترفوا بان عندنا ثقافه ديال المستنقعات، فهمتي؟ الناس كيجيبوا الثقافه ديالهم من شي ما كيقلبوا على المنقي اللي ياخذوا منهم الثقافه، بحال كيف مدى اوروبا كيقلبوا على شي حاجه نقيه سيونتيفيك منطقيه وفيها المصلحه، فهمتي؟ كيقلبوا عند الفلاسفه، ها فولتير، ها مونتيسكيو، ها ديكارت، ها مهم كاع دوك السميات اللي نتوما كتعرفوهم انا ما كنعرفوش، تيقلبوا على النقعه ديال الفكر فين يلقاوه باش يبنيو عليه الثقافه ديالهم. وفعلا بنوا الثقافه ديالهم على واحد فكر انساني سامي، ماشي ديال انسان واحد، ديال دي جينيراسيون، وشدوا اللب ديال الفلسفه وبنوا عليها الثقافه ديالهم. ومع ذلك كتلقى عندهم تحديات كبيره، ديما مطايفين، ديما مخارين، ديما كيقادوا دامين كيقادوا. It's never enough, it's never, you know، ديما خصو هو يقلب يقاد. كيقلبوا على النقعه، كيقلبوا على النقعه في التعليم، كيقلبوا على النقعه في الفلسفه، في التجاره، فين ما حطيتي هو خصو يقلب على النقعه، كيفاش غادي ندير الماكسيموم، نجبد احسن صوره من هذا الشيء اللي كتشوف. كنجي عند الثقافه ديالنا فين كاين المجد ديالنا كنبنيو على شي ولاد القحاب داز عليهم 1400 سنه. وقعت القلاوي في المايكو احسن منك ال دي بي الاخوان ال دي بي اهدر شكون يبغى ديال اللي يبقى في المايكو ما غاديش يبغيوك تهضر معاهم حيت انت كتجي كتهضر كتمشي ماشي بحال ديال اللي الناس كيبغيو ديال اللي ياك الاخوان اذا قال لكم اختار ما بين ديال اللي و ال دي بي شكون غادي تختاروا؟ ودابا هاد الناس كلهم خاطئين. انت كتفرح فاش كتسمع ال دي بي او ياك، غير فاش كتسمع الناس كيسمعوا السميه ديالك كتفرح. اصبغ لينا السميه الاخوه، كاين شي حاجه اكثر من هاد الصباغه؟ كلكم ولاد القحاب شحال وانا ما تصبغت. كاين الاخ قول لا شابا داكوخ، ابخس انسان، ارخص انسان كتعرفوا الانسانيه وجاب سيمانات وليت انا لابس المدادي. وغير من هذا تيقول لك با داكور، شتي كي داير الفكره كي داير با داكور، ولكن با زونكور، واعره با زونكور، با زونكور كتعن على الفيتور، ديما كاين واحد الامال ياك الاخوه. من هنا كيبان لكم الفرق كبير. هذاك عخر يا هذاك، هذاك هذاك شي هذاك شي، والله حتى انا كنت عارفهم بالله وحق الرب الا كنت شتي فاش وقعت هاد الواقعه هذيك، تعرف شكون هو اللي غادي اللي غادي شكون هو اللي غادي اللي غادي يعري على زكو؟ والله العظيم بالله بين 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 من الطيار تاع ال دي بي او، هاد ال دي بي او اي دون اكسكلود يو فروم ذيس conspiracy to hijack the room. تاش غتصدمي في هذاك الميخيا معروف، راه تاريخه معروف، هذاك راه كان كيمشي لاي روم خر يمشي يدور فيك انت واخا تكون مريح حداه. حتى هذه الثقافه كنا مغاربه بحالك، راه كنا بحالك، راه كنا فينا ديك الزمله وديك الخيانه وديك ديال لا راه غادي يسمحوا ليا، راه غادي يغفر ليا، لا راه المسامح كريم، وهادشي هو اللي رد فينا هاد الزمله ديال الخيانه. وديك المسامح كريم اللي فات اللي فات مات تسؤكم، وديك ديال عسى ان تكرهوا داك القلاوي شيئا وداكشي. يا شعب دين مرخيص، شعب دين مرخيص، تا كنقول لك ما يمكنش، تا مكبرين الكشماكريه ديال قريش وبغيت تكون عندك تكون عندك شخصيه. وهذاك الاخر هذاك الشيء داروه باش كيعصروا من بنادم، كيحيدوا الكرامه ديالو، ديك الشخصيه ديالو، الكرامه ديالو، داك الشيء. الدين اصلا مديور، هذه هي لاطاش ديال الدين، هذه هي الوظيفه ديال الدين، هي كتشد الانسان وكتنقص ليه من الانسانيه ديالو، من الرجوله ديالو، من الكرامه ديالو، ومن الانافه ديالو، فهمتي؟ هاد الانفه سمعتها ولكن ما عرفتش واش كتعني الانفه، واش كتعني هي النيف زعما،
وهذا هو الدين، حيت الدين اصلا ما عنده ما يزيد لك، الانسان راه كامل بقات، اش غادي يزيدك الدين؟ القلاوي كل شيء عندك في البيت، بغيتي تتزوج كتعرف كيفاش تتزوج، بغيتي تطلق كتعرف، بغيتي عندك الوقت، بغيتي تصاحب، بغيتي تبيع وتشري، كل شيء كتعرفو، كل شيء كتعلموك البيت. علاش انت تحتاج واحد السوبر باور غادي تعلمك؟ واش تدير امك مريض ولا عليك الدم؟ مع كل احتراماتي للاخوات، الدم عليك الدم انتليكتيال، لحقاش الدماغ ديال الانسان وسيتو الراجل حتى هو راه كتجيه البيريود، حتى هو كتجيه الدم والحيض، حتى هو كيجي ولكن كيجي في دماغه. اوكي انت سوقك انت يعني بغيت نقول سميتك ولكن غادي تفرح، والله يا ربك ما غادي يخليك تفرح، غادي نسميك لام دال ب واو باش ما تجيش ديك باش ما يعيقوش بيا ان قلت لك سميتك، باش كنعيق بك كتحل بزاف، كتحل وكتبقى تحل وكتسد، حاب كتبقى تفيبري كتحل وكتسد تارة على اليمين. شو القرآن اش مكتوب فيه؟ والكلب ناشر ذراعيه، ياكل باسط باسط، قال لك باسط ذراعيه، قال لك كيطل تارة ذات اليمين وتارة ذات الشمال، what the fuck is تارة ذات اليمين وتارة، هادشي راه في القرآن الإخوة، يا باسط ذراعيه، واش الكلب عنده الكتاف الإخوان؟ أما كم شي شتو شي كلب عنده الكتاف؟ كلب ما عندوش الكتاف، زعما لا بدات قلنا انت كيفاش ديال الكلب، واش متكي ولا محاط ولا زعما انت واعر؟ الا حيدتي ديك ديال والكلب باسط ذراعيه زعما ما غاديش نطيقوك، غادي نقولوا هاد الخاينه كيكذب علينا، اعجاز علمي. وهذا هو داك الخرا ديال ام القران كله عام عام الخرا، شي حاجه ما عندي ما لا ساس لا راس. اوكي اهل الكهف سوات شي ناس عاشوا في واحد الكهف، وات ذا فاك از ذيس، سيكتبها في شي كتاب ديال القصص، كتبها في شي كتاب ديال شي حاجه، علاش غتقول لنا الله باش تقول لنا شي وحدين عاشوا في، علاش غتبقى تعاود لنا حنا هاد الخرا؟ باش غادي يعاوننا حط لنا شي فورميلا، او كاري بلس دو زاب بلس بي كاري، حطها لينا غادي نستافدوا منها حياه كلها في ثلاثه ديال الكلمات، وتهنا من هاد القلاوي. حنا بقيتي كتفرع علينا وديروا القلاوي وهذا وخرا وخرا، منين جينا خلقنا دين امو بنادم مريض، بنادم ما حالته لولادو، ما حالته للحياة، ما حالته لصحته، ما حالته للمصالح ديالو، ما حالته لله، ولا تبعتي الله واش غتدخل الجنة، غير ني سيغ صلي ودير داكشي ومحاضة الاخر لحظة وغادي يجي ولد القحبة ويقول لك انت غنضرب لك كلشي داكشي زيرو غتدخل الجنة، وهذا راه اله ولد القحبة، هكا كان علينا نفكروا، فاش يقول لك اوكي تقدر تصوم حياتك كلها وفي الاخر تمشي للجنه، وكتقول اذا هذا اله ما يستحقش نعبد القحبه تاع تمو، حيت هو اصلا ما عطانيش السيكوريتي، دير معنا القلاوي اللي كيدير شد الضوء الحمار، ما تقتل حتى شي واحد، ما تغتصب حتى شي واحد، ما تسرق حتى شي واحد، وما عمرنا ندخلوك الحبس، هذا قانون زوين، ما نحرمك من الحريه ديالك، ليست ديال تو دو ليست، هل خصك دير هل خصك دير، not to do list هاني ما خصك دير هذا صافي، وكتهنى وكتعيش حياتك زوينه، كتعرف اش غدير اش غدير، وكتعرف بان الخاتمه ديالك مع من كتدخل الحبس، كتجي عند خالق هذا الوجود to do list وخديرها تقدر تدخل الحبس، تقدر تدخل نشوط في دين امك ونحرك في دين امك indefinitely، وهذه ثقافه ديال الاخرى كتعطيك انسان مريض، كتمشي كتلبس الجلابة دابا وكتدخل داك الروم الاخر، انا عقت بيك النهار الاول والثاني، عقت بيك كنتي كتسنى كتشوف فين غادي ترجح الكفاية كالاخر دابا، ياك ولا لا؟ عقلتي عليها شأس، النهار الاول كنقول لكم فين هو ال دي بي ان وفين هو باداكو، كان كيدير ديك القضية اللي كان كيدير الحسين مع شكون هذاك اللي بغى يقتل الحسين، قال لي علاش ما بغيتيش تقتلو، قال لي كنفكر واش ماشي كنختار واش نقتلو ولا ما نقتلوش، كنختار واش الجنه ولا النار،
anyway فين كنتي هذوك اليامات تاع ال دي بي او داك النهار ونص؟ شفت كاد اليامات ما كتزقلش كل ليله انت هنا داخل، ومن قبلها بشي جوج سيمانات كنتي كتدخل كل ليله، واصلا من نهار دات معاك ديك فاش عطفت عليك رشيتك بهذيك المناظره وشويه رجعت لك رجعت لك اش كتسميوها رجعت لك ما اش كتسميوها العز ديالك، والعز اصلا ما ممكن عندك، المهم عطيتك العز وداكشي وليتي فرحان وكتدخل كل ليله للروم ياك ال دي بي او، وغيب داك الصباع وانت تحمد بالك. قلت وات ذا فاك، فاش قلنا لكم ليفوليسيون قلت هو ما يمكنش هادشي كله يكون صدفه، وحتى دابا ما يمكنش يكون صدفه، انت كنتي جوج سيمانات قبل من المشكل ديما كتجي يوميا، وفاش وقع المشكل ما كنتيش، وحتى هادي ماشي صدفه. اذا فاش نقول لكم حنا ليفوليسيون شي حاجه صحيحه ما تقولوش لنا سمعتك البارح كتهضر على ليفوليسيون كتخرع النام داك، العالم كله كيامن بليفوليسيون كتجي عند واحد الميخس مضله ما عندوش، كل ماشي الغرب كره باقي تابع شي حماره في شي عقبه ولا في شي في شي بيست، تيقول لك ليفوليسيون خطا. خلي الناس اللي كلاو وشربوا كنجدوا، الناس اللي قالوا هادشي راه كتلقى سير قلب داروين، غتلقى مو كانت استاذه ولا معلمه لابسه الصايه، انت امك غادي تلقاها واش ما في جبهتها واش ما في يديها واش ما في التشين ديالها ولابسه دايره الشمار وجيت تهضر على الداروينيزم. والله الا هادشي اللي بان ليا البارح ميخي ربو كيقول لك غادي نتحدى انا كاع هاد الناس الداروينيزم. حتى هو اينشتاين تيصور اينشتاين على ليفوليسيون سمع اش غادي يقول لك. هادشي هما بنادم اللي كيدخل كيبقى يخرا، وما هادو النوع ديال بنادم اللي كيدخل كيبقى يخرا في المايك بحال هادا. هو كعدامه ال دي بي اجي نوض انا وربك تاني شي حرب بحال اللي دانا ولا البارحين دانا واحد الحرب داروس ياك ياك شأس ياك دارك دانا واحد الحرب داروس انا ال دي بي او غد ليه بخير هانيه. هكا خصنا نكونوا بحالكم، خصنا نكونوا ولاد القحار ديال بصح كتسب دير موت عادي نموت تفلي على عائلته والكرامه ديالو وكل شيء، والغد ليه كتضحك معاه ال دي بي او بخير تقول لك صافا بخير لاباس هانيه بحال خويا دابا ال دي بي او راه شي تكريشه. انا اللي درت لك الرضا اخويا ال دي بي او راه نوبت كذاب، انا اللي في التسيير عيسى اللي بيا اللي راه ديك الساعه نتحاور في هادشي. اوكي شكرا شكرا. لا 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 كان لا ال دي بي او ما تكعاش اصاحبي، خفناك دابا تمشي للروم الاخرى وداك الشيء، وحنا في حاجه ماسه حيت خفنا هادوك الناس يسرقوا لنا كاع اليوزرز وداك الشيء، خصنا نتهلاو فيك وطلع بقى تخر علينا وداك الشيء. ما حدنا اغتنم هاد الفرصه، ما حدنا حنا في حاجه ماسه اليوزرز، ما كاين لا بونس لا بانتريد ما بقيناش كنديرو، ولا تا دوك الناس اللي ما كناش كنحملوهم ولاو كيدخلوا كنصيفطوا لهم الورود وفرقعوا الروم وقنبلوا الروم خراو على الروم بولوا على دين مو راه هذا وغادي البطاطيس، ولينا كندخلوا البطاطيس وماطيشه وكندخلوا الموز، ولينا بزاف كندخلوا شعارات دابا ايمن ولا كنا كنعياو منه كان كيدير خمسه ديال الجملات دابا ولا كيدير 20 25 وحنا كنزيدوا نفرحوا باش الناس ما يبقاوش يضيعوا لنا. علاش؟ حيت عندنا واحد المنافسه خطيره، عندنا فيها النخبه اللي هي لو سانج وعدو الله وفولتير وباداكور وهاد الشخصيات هادو واعرين. حنا شكون عندنا؟ حنا عندنا غير مستر فيلوسوفر، وعندنا غير سيزار، وعندنا غير لو بروفيسور، وعندنا غير انا روز، وعندنا غير هين، ولكن عندنا سبيك كنضحك معاكم الاخ ال دي بي غير كنضحكوا اي كنتفلاو وجميع الاخوان غير كنضحكوا. انا ما عمرني كناخذ لي شوزو سيريو الاخوان، كنجيو هنا كنضحكوا خصنا نفهموا بان هذا البالتوك الا ما غاديش يزيد شي حاجه بوزيتيف ويزيد لنا الراحه في الحياه ديالنا راه ما خصناش ندخلوا ليها الاخوان. راه تقدر تكون عناعس، تقدر تكون غير مريح وكتشوف غير في شي ساقطه ديال شي باب والو، شي ساقطه ديال الباب اللي عندك في الدار بقى مريح وتشوف فيها احسن من الا دخلتي للروم وتبقى تساب وتعارك وتروان والعداوه والبغضاء. والله العظيم بالله
هذا c'est un moyen de leisure, un moyen de distraction. هو البالتو ما كنجيوش كنبقاو نتخاراو والتصاور والزكاك وداك الشيء كامل. اوكي، فانا غادي ندير لكم هنا واحد لو ميساج ديال الاخوه وديال المحبه وداك الشيء اللي على بالكم. اوكي، خذوا المايك الاخوان وسمحوا لي شحال وانا كنهضر دابا الاخوان، تقريبا شي ساعه ونص. لا غير ربع ساعه خويا بليل، كيدوز داك الشيء بالزربه. ربع ساعة كدوز بالنسبة لنا بحال ربع ساعة، كيدوز داكشي بالزربة. كنحبوك أخويا بيلا صراحة. شكرا شكرا الإخوان، شكرا. تهلاو في بعضياتكم، I love each other. شكرا.